صدر عن صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجرية وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجرية تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له والتي تصادف أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة 1445 هجرية الموافق الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثاني الثامن عشر من يونيو 2024 ميلادية